الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكمل الصلوات على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان بدأ ومضى منه العشر الأول. السؤال هنا، إذا رحل العشر الأول من رمضان، العشر الأول إذا مضى في ركيعات بعد العشاء وركيعات قبل الفجر، وقد يكون 8 ركعات وقد يكون 2 ركعتان عند الفجر، إذا مضى العشر الأول فعلينا أن نجتهد لأن تكون العبادة أكثر من العشر الأول. 2 ركعتان قد يصلون إلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20، ولو صلى أحدنا 10 أو 20 أو 30 أو 40 هو اقتداء بسيد الأولين والآخرين، اقتداء بالرجل العظيم الذي جعله الله نبراسا وإماما وقائدا للأمة الإسلامية بل لكل الأمم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يقوم معظم الليل، فنحن كمسلمين ماذا نقتدي به من فعله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل نؤدي الثلث الأول أو الوسط أو الثلث الأخير، أو نقوم من أول رمضان إلى نهايته، بل نقوم في الليل طيلة الحياة وطيلة العمر لنلقى ربنا مع رضاه إن شاء الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.